أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تحصنا برب العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى يا ذا الجلال والإكرام أعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة أعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين وكل عين وكل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ولي الكلمات التامة والدعوات المستجابات عافنا وعاف المسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين من أنفس الجن وأعين الإنس 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 يا رب العالمين وأعين الإنس وأعين الإنس وأعين الإنس وأعين الإنس يا رب العالمين وأعين الإنس وأعين الإنس وأعين الإنس وأعين الإنس يا رب العالمين أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما درأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ما يخرج منها ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم يخطف أبصارهم يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اللهم أخرج حسدا من النساء اللهم أبطل حسدا من النساء والرجال. اللهم أخرج عيونهم اللهم أخرج نظراتهم اللهم أخرج أبصارهم اللهم أخرج حسدهم اللهم أخرج حسدا من النساء اللهم أخرج حسدا من الرجال اللهم أخرج حسدا من النساء اللهم أخرج حسدا من الرجال. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم 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 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولا تمدن عينيك 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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا أزواجا منهم أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما
ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله
أنى يؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الناس من الجنة والناس. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو أمتك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وشفاء لنا من العين ومن الحسد ومن السحر ومن حسد الحاسدين، وشفاء لنا من الحسد، وشفاء لنا من الحسد، وشفاء لنا من حسد الرجال وحسد النساء، وحسد النساء، وحسد النساء على لباسنا وشكلنا وجمالنا ونورنا وإيماننا وصلاتنا وإسلامنا وديننا. اللهم أخرج حسدا على الدين والتدين، اللهم أخرج حسدا على الجمال، اللهم أخرج حسدا على لون البشرة، اللهم أخرج حسدا على الجمال، اللهم أخرج حسدا من النساء، من النساء أو الرجال، اللهم أخرج حسدهم، اللهم أخرج عيونهم، اللهم أخرج عيونهم على أموالنا وأرزاقنا وأولادنا. اللهم أخرج حسدا يؤدي إلى عدم الزواج، إلى تأخير الزواج، اللهم أبطل حسدا يؤدي إلى تأخير الزواج وتعطيل الزواج. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا وعاف المسلمين من أنفس الجن، من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا حر العين وبرد العين ووصب العين، اللهم اصرف عنا حر العين وبرد العين ووصب العين. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤديك، من شر كل نفس أو عين حاسد
الله يشفيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر شديد، اللهم أبطل كل سحر يؤدي إلى العنوسة، اللهم أبطل سحرا في المغرب، اللهم أبطل سحرا في الجزائر، اللهم أبطل كل سحر قوي، اللهم أبطل كل سحر شديد، اللهم أبطل سحرا قويا، اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا على الأرحام، اللهم أبطل سحرا على المبيض، اللهم أبطل سحرا على المبيض والأرحام، المبيض والأرحام، المبيض والأرحام، اللهم أبطل سحرا في البطن، اللهم أبطل سحرا في المعدة، اللهم أبطل سحرا مأكولا، اللهم أبطل سحرا مدفونا، اللهم أبطل السحر المدفون، اللهم أبطل سحرا مدفونا للانتقام صنعوه، اللهم أبطل سحرا تحت التراب، تحت التراب دفنوه، مع ميت دفنوه، مع ميت دفنوه، اللهم أبطل كل سحر مدفون، مدفون في القبر، مدفون في القبر، مدفون مع الأموات، مدفون مع الأموات، اللهم أبطل كل سحر مدفون، اللهم أبطل كل سحر مربوط، اللهم أبطل كل سحر مدفون، اللهم أبطل كل سحر مشدود، اللهم أبطل كل سحر معقود، اللهم أبطل كل سحر مربوط، اللهم أبطل كل سحر معقود، اللهم أبطل كل سحر مشدود، اللهم أبطل كل سحر مربوط، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة، 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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة، 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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، 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 واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة، واحلل عقدة، اللهم أخرج كل عقدة من السحر أينما كانت وكيفما كانت، اللهم أبطل سحرا بشعر صنعوه، اللهم أبطل سحرا بشعر المسحورة صنعوه، اللهم أبطل سحرا بشعرها صنعوه، بشعرها صنعوه، بشعرها صنعوه، بشعرها صنعوه، بصورتها صنعوه، بصورتها صنعوه، بصورة المسحورة صنعوه، وافتحت الأرض دفنوه، وتحت الأرض دفنوه، بصورة مدفونة في القبور، بصورة معقودة بحبال، بصورة معقودة، بصورة معقودة، بصورة مربوطة، اللهم أبطل سحرا بصورة، اللهم أبطل سحرا بصورة المسحورة، اللهم أبطل سحرا
بصورة. اللهم أخرج سحرا بشعر، اللهم أخرج سحرا بشعر، اللهم أخرج سحرا بشعر، اللهم أخرج سحرا في البحر رموه، في البحر رموه، في البحر رموه، في البحر رموه. اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا في البيت عقدوه، وفي البيت ربطوه، وفي البيت وضعوه. اللهم أبطل سحرا، اللهم أخرج سحرا، اللهم أبطل كل سحر قوي، اللهم أبطل كل سحر شديد، اللهم أبطل كل عقدة، كل عقدة، كل عقدة، كل عقدة، كل عقدة، كل عقدة، واحلل 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 عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرج أكبر العقد، اللهم زلزل أكبر العقد، اللهم دمر أكبر العقد، اللهم أهلك أكبر العقد التي تفرقت منها باقي العقد، اللهم أحرق كل عقدة، اللهم أحرق كل عقدة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، 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 الحريق. اللهم يا رب العالمين أخرج كل جن حارس للسحر وخادم للسحر، أخرج طاعة لله وطاعة لرسول الله، نحن أتباع رسول الله، نحن أتباع محمد ابن عبد الله، وحجتنا بالغة عليكم ولا حجة لكم علينا. أخرج من هذا الجسد طاعة لله وطاعة لرسول الله، أخرج يا عدو الله طاعة لله وطاعة لرسول الله، نحن أتباع محمد ابن عبد الله، نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجتنا بالغة عليكم ولا حجة لكم علينا. أخرجوا منها طاعة لله وطاعة لرسول الله، نأمركم أن تخرجوا الآن، أخرج يا عدو الله وإلا قد تحرق بالنار، أخرج وإلا قد يحرقك الله سبحانه وتعالى، أخرج من هذا الجسد بإذن الله طاعة لله وطاعة لرسول الله. Sors de ce corps بإذن الله. Descends et sors de ce corps maintenant où tu vas brûler, où tu vas mourir. Maintenant tu sors de ce corps où tu brûles. Si tu restes ici, tu vas brûler, tu vas mourir. أخرج يا عدو الله. Si tu sors pas, tu vas mourir. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، 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 ولهم عذاب الحريق. أخرج منها، أخرج منها، أخرج منها، أخرج منها، أخرج منها، أخرج منها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الله مخرج ما كنتم تكتمون، 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 إن الله مخرج ما كنتم تكتمون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يبطل السحر،
بسم الله يبطل السحر، بسم الله يبطل كل عين أو حسد في هذا الجسد، في هذا الجسد، في هذا الجسد. بسم الله يخرج العين وشيطان العين وشيطان الحسد، وشيطان يتبع الحسد، وشيطان يتبع الحسد. اللهم أخرج الشيطان الحسد، اللهم أخرج شيطان الحسد، اللهم أخرج حسدا وشيطانه، اللهم أخرج حسدا يتبع الشيطان، يتبعه شيطان، اللهم أخرج حسدا على الجمال، اللهم أخرج حسدا على الأخلاق وحسن الكلام، وحسن الكلام، وحسن الكلام، والأخلاق، والأخلاق، والمعاملة، والطيبوبة. اللهم أخرج حسدا على الطيبوبة والأخلاق وحسن المعاملة، وحسن الأخلاق، وحسن المعاملة، وحسن الأخلاق، وحسن المعاملة. اللهم أخرج حسدا شديدا، اللهم أخرج حسدا قويا، اللهم أخرج حسدا شديدا، اللهم أخرج حسدا من الأجساد يخرج من بطونها، 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 يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، شراب مختلف ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة، وألقي السحرة، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى، قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.